بابا. كل ياتكم هون؟ اي هون. طارق؟ اي بابا هون. ماجد؟ اي اي. مهيب؟ موجود. كل ياتكم هون؟ اي هون. مين هذا؟ فيو عمو فيو عنا. هذا فيو. اهلين، ليش جاي؟ ما هيك زيارة. اهلين. اهلين. قوم. يا اولاد انا جماعتكم مشان لكم. ايش دا اقول؟ ايه تذكرت. مثل ما بتعرفوا الدكتور قال انا ايامي معدودة ويمكن اموت بين لحظة والتانية. الله يعطيك راس. لهيك قلت اوزع لكم الورتة تاخذوها من بعدي عشان ما تتخانقوا. تقولوا ابونا مات نتخانق مع بعض. اوعوا اوعوا ها والله بغضب عليكم بأمري بغضب عليكم. فهمتوا؟ خلاص. مهم. طارق. نعم بابا. انت الك حارة الجبل كلها لك. ماشي. فهمت؟ ماشي بابا. فهمتوا؟ فهمنا فهمنا. خلاصوا. ايه. مجد. نعم. انت بتاخذ الحارة الشمالية كلها لك. فهمت؟ فهمتوا؟ فهمتوا؟ فهمنا فهمنا. خلاص. ايه. مهيب. حاضر. انت تاخذ الحارة اللي على البحر على الشاطئ. هي لك كلها تاخذها. فهمت ابني؟ فهمتوا؟ فراسو. وانت الفيو لابني لابني البكر. بما انك حضرت تقسيم الورثة انت تاخذ البنايتين الفوق اليوم براس الحارة. أنا لي عمو؟ هدول أنت إلك تاخذ. البنايتين هدول لي؟ إيه إيه ابني إيه. أنت هدول إلك. الله يرزقك الله يرزقك يا عمو. إيه السلامة يا عمي. إيه السلامة ادعي لنا. يا رب الله إيه. الله يوفقك يا رب الله الله يخليك. فهمتوا يا أولاد؟ كل واحد عرف إيش فيه له إيه. وإيش في عليه. إيه. ما تتخانقوا من بعدها؟ لا لا إن شاء الله. فهمتوا؟ إن شاء الله. فهمنا ماشي. بعد إذنك خلص. خلصوا. على جنب معلش. إيه حمودة. لك يا زلمه ايش الهب اللي عندك ما شاء الله وكان ما كنت اتوقع انه كل هاد غني لك وفوق كل هاد كمان كريم اعطاني لحالي بنايتين وانت فرحان؟ والله كثير في هذا واحد بيعطي بنايتين ما بفرح لك اسمع الله خليه شايف هالحارات ابوي وزعنا اياهم ايه يا سيدي ابوي كان يشطف دراج البنايات يلي بهالحارات وحاول يسلمنا شطف الدراج من بعده شو؟